وأما الكلام في الأحداث، نعم الأحداث هذه مهمة جدا، ولا بد من بيان الحق فيها، لأن فيه من يدعي أن هذا من الجهاد في سبيل الله. تصدقون هذا؟ فيه من يدعي أن هذا التفجير في بلاد المسلمين أنه من الجهاد في سبيل الله، أن قتل المسلمين من الجهاد في سبيل الله، أن تدمير بيوت المسلمين من الجهاد في سبيل الله، بل التفجير في المساجد يعتبرونه من الجهاد في سبيل الله، وأن من يموت في هذا فهو شهيد، يعطونه الحكم بالشهادة، يعني كأنهم ينوبون عن الله عز وجل ويمنحون الشهادة لمثل هؤلاء، نسأل الله العافية. فلا تستغربوا إذا العلموا بهذا الجانب وأنكروه وبيّنوا للناس خطأ هؤلاء، خطأ هذه الأفعال، وتخطئة هؤلاء الذين يبررون هذه الأمور ويدعون أنها من الدين وأنها من الجهاد في سبيل الله. نعم.